في الشاليهات، الشاليهات بالفعل اتقسمت زي ما استاذه ايه خدت، زي ما استاذه هبه ده العود التقعودي اسم اللي عملوها بقى دون علم الاستاذه ايه. العود الاساسيه اللي طالعه من الجهه المالكه للشاليهات قال لك ادى كل حق واحد تلت في الشاليهات الشاليهين شاليه رقم 5 و9 تمام. جم عملوا عقدين اسمه، عقد 20/8/2020 وعقد 22/8/20. ورينا بعد اذنك العقد الاساسي طالع يوم 17/8/2020 ماشي بالاسم الشرعي طبقا للمحضر الرسمي نيابه قصر النيل اللي كل واحد فيهم ليه التلت في الشاليهين. خلاص شاليه رقم 5 وشاليه رقم 9 والجميع الاطراف ماضيه بشخصهم ما عدا الاميمه والدتها والده بموجب التوكيل. ماشي. جم في 20/8/2020 عملوا عقد اسمه تاني وعادوا الاسمه بدون الرجوع للاستاذه آية ولا الحضور عند المحامي ولا دعم على الموضوع ده اي شيء من اساسه. جم رفعوا دعوه صحه توقيع في محكمه 6 اكتوبر برضه دون علم، وده كل ده بالصفه بموجب التوكيلات اللي احنا مطالبين بالغائها. ماشي. اثناء نظر الدعوه طبعا الاسمه ما عجبتش، عمل تعديل لعقد الاسمه، اعطى البنت بنت ابنه توفيق شاليه كامل وقسم بالشريط تاني على الاستاذه هبه والاستاذه ايه. تمام. عشان كده الاستاذه هبه طلعت تقول ده اللي خد مني، خد من ايه؟ من الاستاذه ايه. واحنا ما نعرفش الاستاذه ايه لا تعلم عن هذه العقود اي شيء ولم توقع لم تحضر الاتفاق ده، وقام بتوقيع العقود ده بموجب التوكيل المحرف 2014. هي فوجئت بعد قضيه ما خلصت وصدر فيها حكم ان الاستاذه هبه بتنذرها ان في دعوه على اساس ان خلاص حاله الشيوع انتهت وعقد الاسم الجديد وده اللي اثار عليك وعليا وعلى على ايه على بنت اخوها دون علم، بالرغم ان المفترض بالعرف الافتراضي ان انا احد الاطراف ينذرني في دعوه وانا القضيه مرفوعه باسمي بصفتي بموجب الوكاله، ما حاجه مش منطقيه بالمره. جينا فوجئنا بعد كده ان في اجراء تم، هي بتقول هي زي اللي خد منها خد من استاذ ايه. جينا لقينا عقد بيع بالصفه من استاذ رشوان بصفته وكيلا على الاستاذه ايه. ماشي. بايع بيت ملك خاص للاستاذه ايه في غرب سمت في 6 اكتوبر، والطرف الثاني استاذه هبه رشوان توفيق بمبلغ 5 مليون جنيه. يعني ما راحش لحفيدته استاذه ايه ادى لاستاذه هبه رشوان. بيع ملك الاستاذه ايه لحد النهارده لحد هذا الحوار باسمها في جهاز 6 اكتوبر، باع لها الفيلا بغرب سمت بمبلغ 5 مليون جنيه، والطرف الثاني المشتري طرف هبه الله رشوان توفيق، وفوق الطرف الاولاني استاذ رشوان توفيق بصفته وكيلا عن ايه. وهذا لم تعلم وعلمنا بالصدفه. تاني حاجه كان مرفوع دعوه، وادي العقد هنا محرر من مكتب استاذ مجدي مهران، وكان في دعوه صحه توقيع على العقد البيع، كان جلستها 28/11 صحه توقيع قصر النيل، والمحامي لم يحضر الجلسه بالرغم من وجوده داخل القاعه. انا عايزين نستفسر عن موضوع الدعوه دي ايه، موضوع عقد البيع ده ايه فقط لا غير، سببه ايه وبيعه ايه، وده هل ده اسمة ربنا؟ يعني هو انت حضرتك بتقول ان هي خدت مني زي ما خدت من ايه، طب العقد ده موضوعه ايه؟ عقد بيع محرر بتاريخ قديم ماشي، بيع فيلا مملوكه للاستاذه ايه لحد النهارده باسمها في جهاز 6 اكتوبر ماشي، وبمبلغ 5 مليون جنيه. هل هي دفعت مبلغ 5 مليون للاستاذ رشوان؟ هل دفعت الفلوس دي للاستاذه ايه؟ احنا ما نعرفش، وهنا برضو متوقع بالصفه، واستاذه ايه لا تعلم شيء عن هذه العقود. ايه الاجراء اللي هيتم اتخاذه؟ احنا اوريدي رافعين دعوه بطلان على عقد البيع ده، والاوراق كلها في حوزه المحكمه، وهم على علم بهذا الكلام، هم على علم
طالما ان هم حضوش جلسه ساحه التوقيع يبقى الاعلام بالدعوه وصل لهم وعلمه ان احنا عرفنا بالموضوع الدعوه ده. هم كانوا عايزين يعملوا الدعوه عادي زي الدعوه العادي القسمه ماشي، وفي الاخر صاحبه الشيء تصطدم ان في حكم صادر بصحه التوقيع والموضوع بقى ملكيه تنزع من ايديها. يعني الجلسه الخاصه بصحه التوقيع بتاع بيع الفيلا المحامي ما حضرش، هو على وكان موجود داخل القاعه وهو ما شافنا في القاعه هو رفض يخش يحضر الجلسه. من وجهه نظر كمحامي الثوري طبعا، هو طبعا معنا النهارده لو حضرنا الجلسه احنا كنا هنتدخل في الجلسه طبعا عشان احنا ما عندناش صفه، عشان المحامي اصلا رافع الدعوه على باسم الاستاذ رشوان توفيق مش بالصفه، رافعها بشخصه. طبعا احنا بالتالي احنا ما عندناش صفه في حضور في الجلسه، كنا هنتدخل في الجلسه وناخد اجراءات قانونيه في امام المحكمه. اظن حضرتك شفت العقود معموله ازاي والبيع تم ازاي وبتاريخ قديم. التاريخ اللي صدر فيه التوكيل كان 2014. وانا عايز اوضح حاجه بس عشان الناس فاهمه ان انا رافعين قضيه على جدي، قضيه مرفوعه على جدي وعلى استاذه هبه رشوان وعلى اميمه توفيق رشوان، مش هو لوحده. لان هم اطراف في العقد ده. تمام. هل حصل اي مواجهه بينك وبين استاذه هبه؟ لا، هي المواجهه الوحيده كانت يعني كان عن طريق البرنامج اللي ظهرنا فيه هم موجودين. ما حصلش مواجهه بين استاذه ايه واستاذه هبه؟ ان ليه يتم نقل فيلا مكتوبه باسمي؟ لا خلاص، هي يعني شفنا الورق ده طبعا اضطرينا ان احنا ناخذ اجراءاتنا القانونيه بتدافع عن حقها وشايفه كل حاجه بتتاخد فمن حقها والدستور كفل لها الحق ده. حابه انقل لك مره ثانيه راي الناس علشان برضو حابين يسمعوا ردك. الناس كلها يمكن كانت علاقها لما عملنا معاك المره الاولى ووضحت كل التفاصيل ان المال بتاع الاستاذ رشوان توفيق فهو حر في اللي هو يعمله فيه، حابب تقول ايه في هو حضرتك؟ كل العقود وكل الاوراق المال موجود من استاذه اميمه اللي هي والدتي لبنتها، فهي الوالده ماتت فمن من حق انه يسحب الحاجات دي هي والدتها. فهي النقطة كلها الناس فهمها غلط ان هي الفلوس، لا الفلوس دي موهوبة من جدتي وبعلم من جدي، فهو خرجت من ذمته ليها وهي اديتها لبناتها هي حرة برضه.